ده برلين. عارف بس كانه الفكره بقى ان هو كانه بياخد المساحه دي اللي هي فيها بشر دي يروح عاملها بطريقه زلايني بطريقه كل ده خلاص. انت عندك ده الرياض. اه لو رياض كده مثلا تمام اهو هياخد المنطقه دي كلها. شارع اعتقد ده شارع ايه مش عارف ممكن الملك فهد ده الملك فهد بص اهو هيضمه كله في فكره ويرمي ده كله ويرمي كل ده ويبقى خضار بس خلاص. ادي فكره زمان وجمع البيوت كلها على بعضها الرياض كلها بقى. بص جمع الرياض كلها في خط واحد خلاص كل ده بقى فاضي. كل ده بقى فاضي وخضار يعني بعزز المنطقه الخضراء. ايوه اهو شوف كل ده بقى خضراء مثلا ده برلين. برلين تاني يعني. كانه هياخد جزء من برلين اهو وهيجمعه ويجمع الجزء ده في كونستراكشن معين ويمشي بيه كانه لاين. كل ده بقى خضراء لما كل برلين اهي. هنا نيويورك اهي. خد جزء من نيويورك وجمعه كل ده خضار. لما كل نيويورك. لما كل نيويورك وعملها ده كل المساحات دي اصبحت خضار. اصبحت مساحات خضار. ما بالك وانت على البحر بقى كمان. لوس انجلوس. مش نفس الكلام. لوس انجلوس خد وسط لوس انجلوس جمع المساكن كلها في مناطق رأسية وانشأ خط كامل. بصراحة المنطقة هناك ساحرة بكتير. مظبوط مظبوط. حاضر يا هندسة. ده فكرة مشروع ذا لاين اللي هو هيكون في السعودية في نيوم في شرمة شمال السعودية. ألا وهي تجميع المدينة بشكل كامل في خط واحد بعرض 2 كيلو في 170 كيلو والباقي مناطق خضراء. فهنا بتخيل مثلا نيويورك مثلا او لوس انجلوس مثلا دي كميه المباني في لوس انجلوس كمدينه. بجمع جزء في لوس انجلوس كخط وفي نفس الوقت ان انا بعزز الخط ده وبجمع عليه كل المساكن بشكل كامل بطريقه تصميميه مبدعه والباقي المناطق كلها بتبقى مناطق خضراء. ده فكره مشروع ذا لاين. طبعا دي لوس انجلوس دي برلين. نيويورك وقتها كانت تخيل بقى مساحة نيويورك او برلين او لوس انجلوس كلها تتجمع في خط واحد بعرض 2 كيلو في 170 كيلو. بصراحة حاجة ممتعة. بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا تقريبا المشروع تكلفته 500 بليون يعني 500 مليار دولار. فكرة المبنى نفسه. ايوه ارجع بلعب من ورا وتعالى اتعامل الناحية التانية بدل ما تجاوبني. ده هيكون راسي بهذا الشكل.